السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية. اليوم محاضرة رقم 7 في البارشال دنشر اللي هي مانديبولار ميجر كونكتر اند ماينر كونكتر. طبعا المحاضرة الكاملة نازلة على البي دي اف، هاي بعد راح تصير طريقة الشغل مالتنا، وتقروها كاملة وترجعون الى الفيديو اللي هو يعتبر ملخص شامل ومركز للمحاضرة. التايبس اوف مانديبولار ميجر كونكتر هي 6: اللينجوال بار، لينجوال بليت او ممكن نسميها لينجوال بليت، سب لينجوال بار، لينجوال بار وذ سنجل ام بار او الاسم الثاني لها كونتينيوس بار، عندنا السنجولم بار او الاسم الثاني الى كونتينيوس بار، والليبيال بار اند باكل بار. هي هاي الست ميجر كونكتر اللي تدخل بتصميم اللور كروم كوبالت بارشال دنشر. هسه نجي على فد مختصر بسيط على كل نوع من هاي انواع الميجر كونكتر فور ذا لور كروم كوبالت بارشال دنشر. نبدي باللينجوال بار. اللينجوال بار يعتبر the first choice of major connector، يعني whenever possible we use this type of major connector. شروط استخدامها انه it should be used when the gingival depth is equal to 8 millimeter or more. شنقصد بالgingival depth؟ اللي يبدي من الgingival margin الى the floor of the mouth. هذا الدبث إذا كان 8 مليمتر or more then we can use the lingual bar، لأنه من شروط اللينجوال بار أن تكون الأبر border of the bar at least 4 مليمتر away from the gingiva. So when we have this situation we can use the lingual bar. الأذر تايب is the lingual plate أو مثل ما قلنا lingual plate نفس الاسم. هذا نقدر نعتبره أنه هو يعتبر a lingual bar with extension إلى السنجلم. يعني لو تخيل هنا أكو lingual bar وهاي الاكستنشن إلى السنجلم فتحولت إلى a plate. شو وقت نستخدمها؟ used لما ما عندنا enough depth من الاتاج جنجيفا للفلور اوف ذا ماوث اللي نقدر نخلي بيه البار اقل من 8 مليمتر، ففي ذاك الوقت نستعمل اللينجوال بليت. الاذر انديكيشن اوف يوز انه وين وي اكسبكت انه راح يصير عندنا لوس اوف تيث، من نتوقع انه اكو سن راح ينشلع، فلسهوله الاضافه راح نقدر احنا نستخدم اللينجوال بليت ونضيف سن كما في هذه الحاله. الشرط آخر أنه البليت should be supported by two occlusal rests not further than the premolar. عادة اللينجوال بليت هاي نستخدم بالفري اند اكستنشن، فلما تكون البريمولر موجودة هذا occlusal rest وهذا occlusal rest they are giving support to the lingual plate. الثيرد تايب is the sublingual bar. هذا يعتبر modification of the lingual bar وأيضا يستخدم لما المسافة تكون less than 4 millimeter. So we cannot use a bar. فاسمه sublingual يعني ده يقعد في البار يقعد في مكان أوطأ مما لو يقعد لو كنا استخدمنا lingual bar العادي. فهو sublingual يعني أنص أوطأ من المكان اللي يقعد به عادة اللينجوال بار. عندنا اللينجوال بار وذ سنجلم بار أو قلنا الكونتينيوس بار. هذا يعتبر هو لينجوال بار هيانا ويا أنذر بار اللي كروسنج ذا تيث آت ذا سنجلم أو آت ذا سنجلم هناك كروسنج ذا تيث أو سلايتلي أبوف ذا سنجلم. When do we use this lingual bar with cingulum bar or continuous bar? We use it when we don't have the anterior teeth or are all in one alignment. يعني سن داخل سن طالع سن rotated
فإف وي هاف إذا قرر نستعمل بليت أو بار راح نضطر نسوي a lot of block out during the design of the major connector. فإنستيد نستخدم هذا ال single arm bar. عندنا single arm bar with a bar أو continuous bar هذا located أيضا on or slightly above the single arm. يعني هذه وهذه تقريبا مثل ما تشوفوها هي متشابهة وأيضا في الاستخدام وفي الانديكيشن. هنا عندنا بار وهنا عندنا continuous single arm bar. هنا كأنما مربوطة كأنما هذا الفراغ أيضا صار بميتال فهي متشابهة بالاسم والاستخدام. عندنا النوع الأخير هو labial bar and buckle bar. هاي وين دوي هي not commonly used يعني قليلة الاستخدام لأن استخداماتها محددة. It is used when the lower anterior teeth are lingually inclined يعني نوبات الأسنان الأمامية إذا موجودة أو البريمولر تكون lingually inclined يعني اتجاهها يكون باتجاه lingual side باتجاه اللسان فراح تصير عندنا difficulty من يلبس المريض الطخم ويرجع. فشون ايش راح نصمم؟ نصمم هذا البار من أنا من الأوتسايد من البكل ومن الليبيل. والأذر إنديكيشن لما يكون عندنا تورس بلات بلات لينجوالي إنكلايند قلنا تيث أو لينجوال توراي هذه راح تمنع عن المريض يلبس وينزع الطخم. فيكون التصميم بهالشكل انه الميجر كونكتر تكون from the buckle side ومثل ما قلنا هذه نادرة الاستخدام او تستخدم في حالات محددة. هنا هسه راح فد مراجعة سريعة مجرد المفروض تقدر يعني once you look at it لازم تعرف الاسم. فمثلا هذا امتحن نفسك هذا السلايد هذا هو lingual bar يعني. هذا أنصى قلنا شوفوا at a lower level إذن it is a sublingual bar. هذا هنا على single arm of the tooth إذن it is a single arm bar or continuous bar. هذا على single arm على التاجنجفة إذن it is a lingual plate. وهذا النوع الآخر اللي هو lingual bar and continuous upper and single lumbar هذا lingual bar وهذا single lumbar. طبعا والنوع السادس ما موجود اللي هي هذا labial and lingual labial and buccal bar. نجي على الجزء الآخر من المحاضرة اللي هو minor connector. minor connector what do we mean by minor connector are those components that serve as connecting link between the major connector and other parts of the chrome cobalt partial denture such as direct retainer اللي هي هاي clasp assembly هذا الميجر كونكتر هذا الكونكتنج لينك نسميه الماينر كونكتر و other part المقصود بها اللي هي indirect retainer هي أنا الماينر كونكتر connecting the indirect retainer والميجر كونكتر وأيضا تربط الدنشر بيز اللي تحمل الأسنان. الماينر كونكتر may be classified into two types. التايب الأول هو الامبريجرز تايب. الامبريجر هذا هاي المسافة اللي بين الأسنان نسميها امبريجرز area. فلأنه الماينر كونكتر هذه تشغل هاي المسافة between the امبريجر صار اسمها امبريجر ماينر كونكتر. وهي على شكل triangular in shape وتتصل بالmajor connector at a right angle. The other type of the minor connector is the اسمها gridwork minor connector. هذه شنو شغلها؟ It connect the denture base and the direct retainer to the major connector. وتكون على نوعين. النوع الأول اسمه lattice type أو ladder شوفوا مثل الدرج lattice type أو ladder وهنا أنا مستخدمة بالfree end extension bilateral free end extension باللور chrome cobalt partial denture. والنوع الثاني اللي هو mesh type هالشكل يكون يعني مثل
هاي الفتحات الصغيرة مش يعني مثل المنخل أو المصفي المش تايب. فهنا تشوفوها بالفينش دنشر شون هذا المش تايب خلى يلزم الأكريليك. الأيديا أنه يمسك الأكريليك، هاي الظروف أنه يمسك الأكريليك. Both types of this minor connector, whether it is the lattice type or the mesh type, both of them are equally good. يعني اثنيناتهم من ناحية الجودة هم جيدين، لكن يفضل استخدام اللادر تايب لأنه ينطينا better retention، ينطينا better retention للأكريليك ويا الميجر كونكتر. الميش تايب أيضا ممكن ينطينا good retention، بس لازم بالتصنيع من نصنعه بالواكسينج هاي الفتحات مال الميش ما تكون صغيرة بحيث الأكريليك ما يدخل بيها. فهذه هي الموجز مال المحاضرة رقم 6، احنا تتذكر رقم 7 سوري، المحاضرة السادسة اخذنا بيها الماكسيلاري ميجر كونكتر، وهاي اخذنا بيها المانديبولار ميجر كونكتر والماينر كونكتر، وان شاء الله نلتقي في محاضرة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.